الحقيقة اليوم الندوة الصحفية كانت لكشف عديد الحقائق. هذه الندوة ندوة هامة وهامة جدا بالاشتراك مع هيئة الدفاع وجمعية تونسية المحامين الشبان في فضح آخر يعني المستجدات في علاقة بملف الشهيد خاصة شكري بالعيد. وفي الحقيقة القضاء بدأ يتعافى في بعض الملفات اللي في عندها علاقة بملف الشهيد شكري بالعيد، وبدأت تتضح خيوط وملابسات هذه الشبكة الخطيرة اللي مست من أمن القومي للبلاد ومارست يعني الاغتيالات في بلادنا في العشرية الأخيرة، أو كذلك بعض القضايا الإرهابية في علاقة يعني كذلك بأموال دخلت لبلادنا وطبيعة. هذه الملفات الكل كنا عرضنا بعض التفاصيل المتعلقة به في علاقة زادة بعض الأطراف السياسية وكبار السياسيين في البلاد اللي كان معناها حكموا في وقت ما في هالعشرية الفرد. ملجأنا هو القضاء، ومع أن ثقة كان في القضاء الشريف والنزيه أنه يكشف الملابسات كاملة وأنه يحاسب ويحاكم في نطاق محاكمة عادلة تتوفر فيها الضمانات لجميع الأطراف. هذا اللي ننتظره، ننتظره أنه القضاء يقول كلمته بصفة واضحة ونهائية وأنه يحاكمهم، لأن الأدلة الآن والحجج بدأت وخيوط اللعبة كما قلت وخيوط هذه الجرائم والشبكات يعني المتورطة فيها بدأت تتضح. المعطيات الجديدة تتمثل أساساً في وجود علاقات ثابتة بين قيادات حركة النهضة وبين قيادات من تنظيم أنصار الشريعة. اليوم فما صور تعرضت لأول مرة تثبت هذه العلاقة، تثبت الفترة السابقة لعملية الاغتيال وين كانت الناس هذه، مع شكون كانت تدرب، وين كانت موجودة، وشنية علاقاتها، وكيفاش خطط لعملية الاغتيال اللي التخطيط تم في جامعة من ضواحي تونس في جامعة ديبوزفيل يشرف عليه قيادي سابق في حركة النهضة نور الدين قندوز. اجتماعات دورية ويومية من 23 جانفي 2013 إلى تاريخ عملية الاغتيال بالطابق الأول من هذا المسجد تم فيها التحذير وتفاصيل عملية الاغتيال. أيضا علاقة الحارس الشخصي لراشد الغنوشي بكمال القرقاضي، هذه علاقات اليوم أثبتناها بالصور. أثبتنا ملف اختراق الجهاز السري لحركة النهضة لوزارة الداخلية وما يعرف بملف الغرفة السوداء، توجيه تهم لقيادات كبرى أمنية، 3 بطاقات إيداع، سماع واستنطاق وزير الداخلية السابق اللي قال ما كانتش لي نية المغالطة وراه هذاك التقرير وما كنتش نعرف وما كنتش وغلطوا. هذه أهم المعطيات، ولكن الجهاز السري لحركة النهضة كانت عنده أذرع مالية جمعياتية، عندها ارتباطات خارجية بتنظيمات إرهابية وبتمويلات دخلت لتونس بشكل معناها تدفقات مبالغ مالية ضخمة وضخمة جدا، تورطت في جزء منها في عمليات التسفير. ملف شكري بالعيد حاضر في الملفات الكل، تمشي الملف التسفير تلقى ملف شكري، تمشي ملف الجهاز السري المالي تلقى ملف شكري، استقبال الوفود اللي جاتنا من برا أمراء قطريين مدرجين على لائحة العقوبات وعلى لائحة الإرهاب من منظمة الأمم المتحدة جاءوا زاروا تونس بمعناها بكل الرياحية 2013 2012 2014، جمعيات في ظاهرها خيرية وفي بطنها تنظيم وتمويل جبهة النصرة وبؤر التوتر وتورط وكالات أصفار في هذا الموضوع. هذا ملف الشهيد، هي قضية وطن بامتياز. اليوم بينا في المداخلة اللي ألقيتها أنه ثم ارتباط وثم توشج، سميناها التوشج، وارتباط اليوم أصبح مفضوح ومكشوف ما بين قيادات حركة النهضة وقيادات أنصار الشريعة. ثم ارتباط تاريخي معروف وهذا معنا أثبتناه بوجود القضايا، وثم ارتباط عملي فعلي كشفناه اليوم في قضايا أخرى موجودة، أنه قيادات حركة النهضة كانت في ارتباط مباشر بالناس اللي نسب إليهم عملية الاغتيال، كما كمال القذقاذي، كما محمد منصف الورغي اللي هو لوباران معناها وعراب كمال القذقاذي، وكان يدرب معاه في نفس قاعة الرياضة، كما ولد
محمد مصف الورغي، عبدو ذي الجلالي والأكرام الورغي اللي تم إلقاء القبض عليه واكتشفوا أنه هو عنده صور وحامل سلاح كلاشنكوف وصور مع كمال القذقاذي مرتكب الجريمة. لقينا معنا خيوط رابطة ما بين عن طريق الأشخاص هذوما وعن طريق الاتصالات الهاتفية متاع الأشخاص هذوما بقيادات عليا في حركة النهضة وعلى رأسهم رشد الغنوشي. فعلى هذا الأساس قدمنا شكاية، أول مرة قدموا شكاية بشخص رشد الغنوشي ونعتبروه متورط بشكل مباشر في ترتيب وفي تحضير عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.